هنئ الشعب العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله يا رب يدوم على العراقيين الأمن والأمان والرخاء إن شاء الله في هذه الأيام المباركة وبحلول عيد الأضحى المبارك. وهنأ الأمة الإسلامية والشعب العراقي وأبناء صلاح الدين وقضاء الشرقات خاصة، كل عام وأنتم بألف خير وعيد سعيد إن شاء الله، الأمن والأمان والاطمئنان، وإن شاء الله الكل سعيد وفي هذه الأيام المباركة. نسأل الله أن يعم على الأمة الإسلامية جميعا وعلى العراق بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير. أنا أقدم تهنئة للمسلمين عامة وللعراقيين كافة ولأهالي محافظة صلاح الدين ولأهالي قضاء الشرقات خاصة. نتمنى من الباري عز وجل أن يعيد علينا الأعياد بأمن وأمان وستر وسلام واستقرار وصحة وعافية، وأن يستمر العراق من إلى في مزيد من الاستقرار والأمن وارتقاء المستوى الحضاري والخدمي والصحي، وأن نعيش بأمان وسلم واشتكاتف اجتماعي، وأن نكون موحدين، وأن نكون أصحاب حق، وأن نكون أصحاب خير، وأن نكون متحابين في الله، وأن نعيش بأمان، ونسأل الله في هذه الأيام العظيمة أن يحفظ العراق وشعبه وبلده وأرضه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم باسمي وباسم كوادر مديرية بلدية الشرقاط وأسمع آيات التهنئة والتبريكات لأبناء شعبنا في محافظة صلاح الدين عامة وقضاء الشرقاط بشكل خاص، وإلى قواتنا الأمنية بكافة أصنافها وتشكيلاتها. في هذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، نهنئ شعبنا العظيم وأمتنا العربية وأبناء الشرقاط ومحافظة صلاح الدين عموما بمناسبة هذا العيد. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وأبناء أخواننا وأقربائنا، ويحفظهم الله من كل مكروه، وأن ينشر الأمن والسلام. أهنئ الشعب العراقي بالعيد المبارك، والأمة الإسلامية وقواتنا الأمنية الكريمة والشعب العراقي كله، إن شاء الله كله بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نتقدم إلى الأمة الإسلامية والشعب العراقي بأسمى آيات التهاني والتبريكات، ونتمنى أن يعاد العيد علينا والأمة الإسلامية والعراق بخير، ويكون هذه أن يشهد العراق مزيدا من التقدم والازدهار. اللهم حظنا بعيد سعيد وأبا الأمان والأمن والأمان، والبلد إن شاء الله يصير بخير وأمان، وممنون من عندكم جدا. أنهن الأمة الإسلامية والشعب العراقي وقواتنا الأمنية ناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام والعراقيين بألف خير. والله محييكم ويا أهلا وسهلا، شرفتونا بالشرقاط. الشعب العراقي والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك إن شاء الله، وإن شاء الله يعود علينا بالأمن والأمان يا رب. والله أهلنا الشعب العراقي بمناسبة التحرير ومناسبة الأمن والأمان، وإن شاء الله بخير وكل عام سعيد على الأمة العربية والإسلامية، وميت هلا بكم مرحبتين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نهنى الشعب العراقي عامة والأمة الإسلامية وجميع العراقيين، ونخص منهم قواتنا الأمنية البطلة التي حررتنا من داعش وأذنابه، ونقدم لهم أجمل التهاني والتبريكات في هذه المناسبة العظيمة والكريمة.